أخي ضم الأزمة السياسية هذه أزمة اجتماعية تلوح بدأت جسمها في الأفق وبعد تأخر تطبيق الاتفاق تنسيقية الكامور تعلن إغلاق اللافانا مرة أخرى وإن أعلنت التنسيقية عن توجه أعضائها مساء اليوم إلى مضخة الكامور لإغلاقها وذلك على إثر تخلي الحكومة لالتزاماتها تجاه ولاية تطاوين وبعد تأخر تطبيق الاتفاق لأكثر من 3 أشهر من موعد تنفيذها. محمد الترودي، هذه المشكلة القديمة اللي ظننا أنه بإمضاء الاتفاق وبالوفد الحكومي اللي مشى وبالمفاوضات اللي مشات صفحة وطويت، لكن على ما يبدو أنه عدم الالتزام مرة أخرى يلوح بعودة إغلاق الفانا وعودة الاعتصامات في الكامور وفي ولاية تطاوين. والله مليك والخبر الجديد، وأنا قبل ما ندخل البلاتو اتصلت بعض الأطراف المشرفة من الطرف الحكومي يقول لك ما عندناش مشكل معناها محترمين نفس الالتزامات، ولكن صار تأخير ما بين فما اتفاق بين البنك التونسي للتضامن وليتاب مؤسسة نتاع الأنشطة البترولية، وهذا من شأنه صار معناها في بلاصة نهار 3 باش ياخذوا القروض ما خذوهمش، إشكال من نوع هذا. هذا بصراحة المشكل الكبير كونه بعد الاحتقان الاجتماعي اللي صار وبعد طبيعة التعاقد اللي صار بين أهالي تطاوين والوفد الحكومي، ما على الوفد الحكومي كونه يلتزم ويوفي بالتزاماته تجاه شباب تطاوين، هذا من ناحية. من ناحية ثانية راهو بالممارسات هذه ما نجموش نأسسوا الثقة بين الحاكم والمحكوم، وما زلنا عايشين في أزمة الثقة، وهذه من شأنها باش تاكل الأخضر واليابس. دونك على الطرف الحكومي كونه يفي بالتزاماته بالضبط شرطوه في الوضع هذا ويكون في مستوى تعهدات. التنسيقية لطفي شنو اللي تقول؟ هي هبطت بيان فيه النقاط الإخلالات من وجهة نظرهم، يقولوا أنه الشباب المعني بالقروض توجه اليوم للبنك إلا أنه الإجابة هي نفسها ما وصلنا حد شيء إلى حد اللحظة. يقولوا أنه أعوان شركة البيئة لليوم لا أجر ولا تصنيف ولا مفعول رجعي، 80 مليار نقاط تعجب وينها ما هيش موجودة. الشركات البترولية تأخير في عمليات الانتداب، التتبعات العدلية قضايا بالعشرات في الرفوف وليست متواصلة. هذا يعني بعض يعني المؤخذات وما بالعهد من قدم، وللأسف اللي اتكهنا به واللي حذرنا منه ها هو يحصل أمام أعيننا. حذرنا الحكومة من معناها مفاوض طرف معناها والارتقاء به إلى مرتبة الند للند مع مؤسسة الدولة، لكنهم في الوقت هذاك عولوا على النوايا الطيبة، عولوا على الوعود. المرة هذه وللأسف ما تنجمش تلوم جماعة الكامور والمحتجين، لأنك أنت قعدت معاهم أعطيتهم شرعية أعطيتهم مشروعية تفاوضت معاهم، قبلوا هما الشروط، ملوا عليك شروط أنت قبلتهم، تم الإمضاء. وانت كرئيس حكومة أكثر من هكا يا ملاك أنهم خرجوا بخطاب في منتهى الزهو والغرور، هاك لو ديسكور فيكتوريو، على أساس أنه الكامور ستكون موديل يتم اتباعه في بقية الجهات اللي معناها فض المشاكل والطلبات الاجتماعية. يعني أنت جعلت بالكامور مثل سويفر، اليوم المثل مريده هو في حالة تأزم من جديد. اش تحبنا نقول يا جماعة الكامور؟ وسعوا بالكم مع الدولة، رئيس الدولة رئيس الحكومة له في مشاورات الدستورية، يبقى ما يبقاش، يعدي تحويره ما يعديش. دونك آخر اهتماماته المسائل هذه، مفروض فما الناس اللي اشتغلت على الحل هي اللي توصل الأمور إلى مداها، هاو ما صارش لي كيسون فيد. دونك لي بروميس كيقولوا سان لونغاج كو سو كي لي كروا. رياض، اللي شبكها يخلصها مالك. احنا معناه حتى في البلاتو هذا وبعض الاطراف مهما كانت تحفظاتها على الطريقه وعلى المفاوضات اللي صارت انذاك في اتفاق الكامور، لكن اليوم ظهر لي السيد هشام مشيشي لم ينقلب فقط على رئيس الجمهوريه، انقلب ايضا على شباب الكامور، وفي ظل معناه استمراريه الدوله وفي ظل ايفاء الدوله بالتزاماتها وتعهداتها، ما على رئيس الحكومه الا ان يفعل الاتفاق. وانا الحقيقه اليوم متضامن مع الشباب هذا لانه يزيهم ما تفقروا وما تهمشوا.
ينفذ عدد من أعوان الديوان اعتصام داخل مقر وزارة المالية لليوم الثالث على التوالي، وذلك لمطالبة سلطة الإشراف بالاستجابة لمطالبهم المهنية. أكثر تفاصيل مع حبيب الحبيبي رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوان. مرحبا بك، مساء الخير. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين وشكرا لكم على استضافة. مرحبا بك سي حبيب الحبيبي، كيفاش لخص مطالب أعوان الديوان اليوم، وعلاش اعتبرتوا في بيانكم وجود تقزيم متعمد لسلك الديوان؟ بالنسبة للاعتصام هذا صار في مقر وزارة المالية، هو جاء كنتيجة للسياسة اللي تنتهج فيها وزارة المالية تجاه أعوان الديوان، حيث أصبحنا نحس بروحنا اللي احنا معاقبين على خاطرنا نخدمه وعلى خاطرنا نكافحوا في التهريب، واحنا خاطرنا احنا القاطرة على الاقتصاد. احنا ما رعنا انه في عودنا تشكروا ان يتم تقزيمنا، انه سنة في ظرف 7 شهور معناها وتعرف الكوفيد والأزمة مدخلين 7,400 مليار، يعني هذه بجهد الرجال والواحد والحرائر، خطر الناس ملك الزور هل المرض وكل شيء دون حسابات ضيقة. بعتلي باش نتفاجئوا أنه حقوقنا الكل أي حاجة لكن نطلبها تبقى في الرفوف. أن عنا زملائنا المدمجين بعد الثورة الناس كل تسوت وضعيتها في الأفلاك المشابهة إلى أعوان الديوانة، موجود في الرفوف يستنى في الأمضاء منذ 15 سبتمبر إلى يومنا هذا. عندنا شهيد العلمية الناس حتى بالترونش الأولى والثانية والثالثة في الأسلاك الأخرى الديوانة لا، من حتى الاختر وقع الترفيع فيها للناس الكل إلا الديوانة لا، كل حاجة الديوانة لا، المسار المهني بتاع أعوان الديوانة تم الانقلاب عليه، تم إلغاء أمر بمذكرة وهذا شيء مخالف للقانون. ما فهمتش علاش من المحاولات هذه الكل علاش معناها تحبوا الديوانة ديما ضعيفة. نزيدك حاجة أخرى، من 2014 إلى يومنا هذا موقعش حتى انتداب في الديوانة. كيفاش مش تحب الناس تخدم؟ أنا خلى الناس كل وقت تحس رواحة أنهم هم مواطنين غربان كبير، معناها الناس ديوانية ما عادش عندها كونفيونس في النقابة في الوزارة. كنقولوها وصحة وتم إمضاء، احنا نعمل واستمرارية الدولة وغلبنا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. الشيء اللي خلانا كي دخلنا في اعتصام دخلنا القيادات النقابية، ما دخلناش حتى واحد اخر، ما جبناش مستنشتناش بالقاعده. ما رانا انه زيد التو تواصل وزاره الماليه في سياسه الهروب للامام حتى باش يجي يقعد معانا ويعلمنا ونتفاهموا مع بعضنا، ما صارش. ما تلفت لنا حد، عباره ماناش موجودين بالنسبه لوزاره الماليه ولا الدوله نعرفوا اللي هي خزرنا كان احنا باش نجيبوا الموارد الماليه وندخوها في خزينه الدوله. احنا اش خلينا اش مازلنا باش نحكيو معايو منطقيين بعد 11 سنة ما عادش نحكيو على حقوق متاع أعوان الديوان، رانا نحكيو على امتيازات متاع أعوان الديوان. مع الأسف بقينا سلك عبارة مهمش، وخاطر السلك الوحيد كتضخ فيه أموال تستثمر فيه بالوقت تجني ثمارة متاعها بالوقت، خاطر كما دخلنا السنة الموارد هذه لو يقع التفات للملف الديوانة وتحسينها وتشجيعها راهو نأكد لك نجمو ندخلوا 10 و12 و13 و14 نجمو نبدلوا، هذا عهد علينا ناخذوه. وكيما توصلنا وديما راهو نقول لك حاجه برك بالنسبه لينا احنا كديوانيه، رانا ماناش كرايه، رانا احنا موالي الدار، رانا هديه تونس مانيش عاملين عليها مزيه كي نخدموا، حتى واحد ما هو عامل عليها مزيه من الكبير للصغير. مي ديما كي احنا نغلبوا المصلحه العامه ماذا بينا زاد هما يعرفوا اللي احنا عندنا حقوق ولازمنا ناخذها. صوتك وصل، شكرا لك. تفضل. بالنسبه لنا احنا نداء للسيد رئيس الحكومه، كما استقبلت النقابات الامنيه وطليت على الوضعيه نتاعها وحاولت تشوف شنو هو مشاكلهم، راهي الديوانه سلك مسلح ويلزم تقعد معنا ويلزم نشوفوا شنو الوضعيه نتاعها، على خاطر راهي الديوانه راهي عندها هي القاطره نتاع الاقتصاد وممتوعه عندها مهام امنيه بامتياز. شكرا لك حبيب الحبيبي رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية. توتويت نمشيو لغونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور.
كما سبق واستضفنا روضة زروق رئيسة جمعية مرضى السرطان واللي حكيت لنا على نشاط الجمعية والدور اللي يقوم به كارفور لدعم الجمعية. اليوم نشوفوا مع بعضنا ريبورتاج نتاع لاكسيون AMC في مغازات كارفور. كارفور سوليداريتي الـAMC جمعية مرضى السرطان مع بعضهم عاملين لاكسيون هذية أسوسياسيون دي مالادي كونسير كارفور سوليداريتي برع بالقليل وعمل الخير. هذية لكاتريام إيديسيون عملناها قبل ونجحنا والعباد تعاونت مع الكوز نتاعنا هذية وشرينا آلات للمستشفيات كل عام نشريو وكل عام نعاونوا في أكثر مرضى اللي احنا عندنا توا اكثر من 4000 مريض معناتها 4000 واكثر من دوسي 4000 واكثر من مشكله من معاناه من عذاب من تعب من طلاق من موت من راهو شيء كبير ياسر. احنا مع بعضنا احنا جمعيه مرضى السرطان متجنده لهذيا ومعنا كارفور اللي احنا نشكره ياسر نشكره فريمون ميرسي كارفور على ليزاكسيون هذوما مع بعضنا وانتوما معنا ونهزوا بعضنا ونهزوا هالمرضى هذوما خاطر مش كيما اليوم كيما البارح ومش كيما البارح كيما موت البارح. اليوم ولات المرضى ما عادش تنجم تداوي بالكل على خاطر في المستشفيات ما فماش مواعيد قريبه، الناس خايفه من كورونا، الدنيا صعبت. جمعيه مرضى السرطان موجوده لتلبيه طلبات المرضى، احنا موجودين، احنا ما نسلموش، معنا ربي، متجندين لقضية مريض السرطان، فريمون نشكر كل ما واحد أعطى دينار ولا أكثر للتبرعات هذوما، راهو فليس مع فليس يولي قديس، وهذاك هو هذه تونس وهذه الشعب التونسي اللي عمره ما يطيح، مع بعضنا الكل نهزوا بعضنا، ادخلوا على الباج فيسبوك. تلقاو كل شيء بالتوضيح، تتبرعوا باللي تنجموا وللي يحب خاطر كلموني بالتليفون بعد ما تعديت مع إذاعة وكل اللي يحب يعطي أكثر قالوني يحبوا نعطيه أكثر. تدخلوا على باج أسوسياسيون دي مالادي كونسير تونيزي تلقاو ليزانفورماسيون الريب وإلا على أرقام الهواتف نتاعنا وهكاكا تتواصلوا بينا وزيد وفرد مرة للي باش يتبرع واللي حاجته بالجمعيه مرحبا واحنا مجندين على خاطركم نحبوكم وتحبونا ونحبوا بعضنا تونس كامله. كارفور سوليداريتي بعد ما شفنا الروبورتاج اللي ورينا الدور الانساني اللي يقوم به كارفور وكالكو تيمونياج اللي شفناهم وسمعناهم اللي قدمتهم رئيسه الجمعيه نعرفوا قداش كارفور قريب للمواطن. التبرعات تبدأ من دينار فقط وكل قدير وقدره. الحملة متوفرة في مغازات كارفور المرسى، كارفور مول اوف سوس، كارفور جابس، أيضا مغازات كارفور ماركت لافايت، بوم هلل بسيتين، صفاقس الجديدة، جربة مول ميدون. يد واحدة الناس الكل نعاونوا بعضنا. هذه هي لاكسيون سوليداريتي بمعية كارفور وأيضا جمعية مرضى السرطان. موعدنا غدوة بنصائح جديدة وأفرية جديدة في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. بعد شوية تكون ضيفتنا سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا في إطار حق الرد على ما قيل على لسان ضيوفنا مبروك رشيد وبدر الدين القمودي يوم الثلاثاء المنقضي بطلب منها تكون ضيفتنا ونسمعوا لها في حق الرد هذايا. لكن قبل ذلك رونديفو نيوز. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 9 فبراير الجاري إلى جانب تسجيل 1086 إصابة جديدة بالفيروس في حين تعافى 3522 شخص من الوباء. قال رئيس لجنة التلقيح وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الهشم الوزير اليوم أن تكلفة عملية تلقيح 50% من التونسيين ستكون في حدود 200 مليون دينار، وبيّن أن القرض الذي ستتحصل عليه تونس وقيمته 100 مليار سيوجه إلى استكمال عملية التلقيح بالإضافة إلى مصاريف اقتناء الحقن وتجهيز المعدات اللازمة لذلك.
بيّن التقرير السنوي 32 لدائرة المحاسبات أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض تكفل خلال الفترة من 2015 إلى 2019 بعمليات جراحية مزداد بالمصحات الخاصة خارج قائمة العمليات الجراحية المسموح بها وبكلفة جملية تفوق قيمتها 6 مليون دينار. استؤنفت صباح اليوم عملية نقل الفوسفات عبر القطار نحو معامل المجمع الكيميائي التونسي بجيبس، وذلك بعد توقف دام أكثر من شهرين وتحديداً منذ 5 ديسمبر الماضي بسبب مطالب مهنية لأعوان محطة القطار بالمتلوي. أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ اليوم أنه بإمكان المسافرين الحاجزين على السفرات المبرمجة على خطي مرسيليا وجنوة خلال شهر فيفري 2021 تغيير موعد سفرهم دون مصاريف إضافية على السفرات المبرمجة إلى غاية 31 مارس 2021. في الشأن الدولي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم انخفض في الفترة من 1 إلى 7 فيفري الجاري بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق. أكدت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوره مختبر أسترازينيكا البريطاني يمكن استخدامه للأشخاص اللي تتجاوز أعمارهم 65 عاماً. مرحبا بكم مجددا. بعد شوية نستقبل سهام بن صدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سابقا نستقبلها بعد هذا التقرير لزيد زيدي. إجراءات في اتجاه الطعن في شبهة تدليس ضد كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة المنشور بالرائد الرسمي، وتضارب مع تقرير ثاني مود على دير رئاسة الجمهورية وفق تأكيدات رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين الجمود. في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي وما صدر عن هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الأخير المنشور، وتضارب هذا التقرير مع التقرير المودع لدى رئاسة الجمهورية، ثمة إجراءات في اتجاه الطعن تم اتخاذها طبعا، وثم قضية منشورة اليوم في اتجاه الطعن في عملية في شبهة التدليس ضد كل من سيكشف عنه البحث. ولأن أحيل ملف البنك الفرنسي التونسي على أنظار هيئة تحكيمية بحثا عن مسار صلحي بشأنه، فإن ما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة واللي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أدى إلى إضرار كبير بتونس اللي أصبحت مطالبة بدفع تعويض يتجاوز 3000 مليار لممثل شركة ABC بعد إدلاءه بما ورد في تقرير الهيئة أمام اللجنة التحكيمية الدولية، ويعتبر اعتراف رسمي من الدولة التونسية بكامل المسؤولية وبحجم الضرر. نحن تلقينا عديد الحجج من عضوة هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف في خصوص ذلك التناقض في علاقة يعني بنزاع التحكيم المذكور. حرينا من مصالح رئاسة الجمهورية في الأمر، وتبعا لذلك تقدمنا بشكاية إلى النيابة العمومية، شكاية مؤيدة، وذلك ضد كل من سيكشف عن البحث من أجل شبهة التدليس والإضرار بالإدارة. التناقض الحاصل في تقريري هيئة الحقيقة والكرامة بشأن قضية البنك الفرنسي التونسي يعتبر النائب الحالي ووزير أملاك الدولة سابقا مبروك كرشيد خيانة في حق نضال الدولة التونسية. هذا الإقحام أولا من حيث الشكل يعتبر تدليس، وثانيا من حيث الجوهر هو إعداد حجة للخصم حتى يذهب بها مرة أخرى إلى القضاء الدولي والتحكيم الدولي، ويقول ها حتى هيئة الحقيقة والكرامة كرست ما قيل في حق سنة 2012. شنو هذا؟ نعتبره خيانة لنضال الدولة التونسية على حقوقها. وللتذكير فأن ممثل شركة الاستثمار العربي للأعمال التجارية ABCE قدم ملف إلى هيئة الحقيقة والكرامة بعد الثورة بصفته ضحية، وبعد أن أنهت الهيئة أعمالها أحالت ملف القضية إلى الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية، وقد نشرت جملة من التفاصيل في تقرير الختامي استند إليها عبد المجيد بودن لمطالبة تونس بتعويضات مالية ضخمة. تقريبا هذا التلخيص لأبرز التصريحات اللي كانت اتقالت على لسان ضيوفنا مبروك كرشيد وأيضا بدر الدين الجمودي في بلاتو رونديفو 9 نهار الثلاثاء المنقضي. وفي إطار حق الرد نستقبله سهام بن صدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. إذا سيادتك طلبت حق الرد في إطار نقاش البلاتو اللي دار يوم الثلاثاء وما ورد على لسان مبروك كرشيد اللي هو وزير أملاك الدولة سابقا، وأيضا بدر الدين الجمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس النواب الشعب،
شنو هي النقاط اللي تحب توضحها سيدة سهام السدري؟ ساعة قبل نحب نشكركم اللي وفرتوا لي هالمساحة باش نرفع المغالطات، خاطر برشا مغالطات صارت، وكان جاء واحد من الهيئة حاضر نهارتها ممكن يساعد على كشف الحقيقة، على خاطر شو الحقيقة دائما يلزمك تسمع من الجهتين مش تسمع من جهة واحدة. وأيضا إذا كان السيد المكلف العام لنزاعات الدولة معناها كلف نفسه سماع لأعضاء الهيئة، راهو ما رفعش قضيته على خاطر باش يخسرها، باش يخسرها على خاطر ما ثماش لا تدليس ولا تغيير ولا حتى شيء، وباش يخسرها كيما خسرها اللي سبقه، خاطر شكابينا اللي سبقه وخسر قضيته، كيما شكابينا الوزير ملك الدولة اللي قبل هذايا وخسر قضيته، وهو باش يكمل يخسر قضيته. علاش هالثقة كل سيام السدري؟ على خاطر عنا حجج وأدلة تفيد اللي هذاك هو اللي صادق عليه المجلس، هذاك هو اللي صادق عليه المجلس. شو نعطيك تفصيل صغير، احنا وقتاش صدقنا على التقرير؟ يوم 30 ديسمبر، ها هو محضر جلسة يوم 30 ديسمبر المصادقة على التقرير برمته، خاطر احنا بالأفصال من بعد برمته، باهي برمته. وقتاش عيطنا سيد رئيس الجمهورية؟ احنا مازلنا كي صدقنا، احنا مازلنا في الجلسة، ويكلمونا البروتوكول يقولون عندكم غدوة نصف النهار موعد باش تمدوا التقرير، واحنا مازلنا كي صدقنا عليه، ثم يلزم دي تون ماتيريال باش تحضروا. قلنا اش نعملوا؟ شاورنا بعضنا، قلنا ما يسالش، نمدوه له بحشيش وروش كيما هو تمكنا باش نعملوه، نعلموه اللي ثم تقرير لكن مازال ماهوش نظيف، وهذا اللي صار. دونك عدينا ليله ساهرين نتبعوا في 2000 صفحه صاروا فيها اخطاء، برشا اخطاء، ومش هذاك برك اللي سقط تقرير على البنك الساحل، وسقط تقرير على الطلبه، وسقط تقرير على جمعيه القضاة، وسقط تقرير على الاتحاد، برشا على معناها مش مهم، على خاطر في الزربه في 6 سوايع ما تنجمش تكون تعمل تقرير ب 2000 صفحه ما فيش اخطاء. واحنا كان الامر كذلك، مشينا له سيد الرئيس وقلنا له احنا تقديرا للمؤسسه ها هو التقرير، خاطر مفروض 31 ديسمبر يكون عندنا تقرير، راهو موجود اما راهو ماهوش نظيف وراهو مازال بالاخطاء نتاعو، والاصلاحات اللي باش ندرجوها اعطينا لنفسنا كمجلس الى جانفي، وهاو المحضر تنجم تقراه، ما نساش نقراه لك. باهي، تمت المصادقه على قبول قرار التحكيم اللي قبله، تمت المصادقه بالاجماع على نشر تقرير الهيئه واتباعته، اتباعه التقرير في اقرب الاجل بعد الاصلاحات التي يلتزم بها جميع الاعضاء، خاطر كل واحد عنده بارتي نتاعو، خلال شهر جانفي، دونك النظيف ماهوش في ديسمبر باش تلقاه، خاطر في 6 سوايع ما تنجمش تلقى واحد نظيف، القيام بحملة إشارة هذا الكل. دونك احنا عندنا حججنا وعندنا أكثر من هذا، لكن مش باش نقولوا اليوم، باش نخليه للقضاء وقت اللي باش نمدوا الحجج الأخرى خلف هذايا، باش يعرف القضاء اللي حكاية مركبة تركيب وما فهم منها حتى شيء. أنا يأسفني اللي سي القمودي اللي هو يشرف على لجنة نتاع مكافحة الفساد، أنا والله نعتبره ولد باب الله، يعني ساعات معناها يسخفني، خاطر نشعر اللي هو مش مالك الملف، وفما بالطبع فما العقل المدبر نتاعو اللي هو سي فيصل دربال في لجنته سي سون بغا دغوا، اللي هو قاعد يلبسوف لي دوني ويغلط فيه، ممكن هو ما تحراش، ما سمعناش، طلبنا رسميا انه يسمعنا ما سمعناش، وما فهمتش علاش، خاطر انت كانت تحب تعرف الحقيقه ما تسمع من زوز بوزنين، وشو قلقك انك تسمع بعد تستخلص اللي تحبش تستخلص، ما سمعناش. النتيجة هو أنه سي فيصل دربال هذا شكونه؟ هذا نائب على حركة النهضة، متهم، يعني توجهت له تهمة فساد وتحال يوم الاثنين، ما هم نهار ثلاثة شتموا، نهار الاثنين القضية منشورة، مش منشورة معناها تحاكم يوم الاثنين بالفساد، بالطبع ذول بعث لي هو نائب ما يتحاكمش معناها ألوغ كو سي با فغي دايوغ، دونك شوف وقت اللي شخص يحب يتستر على الفساد خاطر هو معني بالفساد ويحب يلغي القضاء المتخصص ويحضروا مع الغرياني مجموعة كاملة تحت إشراف رئيس البرلمان سي رشد الغنوشي قانون متاع مصالحة اللي هو قانون متاع تبييض الفاسدين، دونك وقت اللي هذا يحاول تحاول لك بالطبع المغالطات تكثر، وبالطبع الناس ما تفهمش شنو هي المعطيات. ثم برشا معطيات ماذا بينا نفهموها منك سيدة سهام بسدرين، بما انه بدينا بتقرير المحال لرئاسة الجمهورية، لماذا لم يضمن تقريرك لرئاسة الجمهورية ما يفيد انه عبد المجيد تبون ضحية انتهاك، وكان ذلك سنة 2018، ثم في التقرير الذي ثم في التقرير الذي نشر سنة 2020 ضمن اعتباره ضحية والمطالبة بتبون
توفير ليه تعويض بقيمة 3000 دينار اللي باش تتحملوا الدولة التونسية. 3000 مليار نحكيوا عليه. باهي داكور. أول حاجة التقرير لا يحكي على 3000 مليار للتعويض للبودن. هذه كذبة من الكذبات. ها هو التقرير مادامش خليه لك تقرا. صورت التقرير لكن هو منشور. ها قداه المبلغ؟ عندكم فكرة على المبلغ ولا؟ نتاع شنو؟ قلت مش 3000 مليار. نتاع تعويض. عنده 0% تعويض سي بودن. هاو نعطيك السجل الضحايا المنشور، كل واحد شو عنده؟ عنده 0%، عنده تعويض رمزي، لكن إقرار بأنه صارت ملاحقة قضائية في حقه. سيدي وقت اللي واحد تجيه 52 قضية في عام، أش تسميها؟ أيش تسميها وحدك؟ لا لا الرقم خاطر هما قدموا رقم. رقم 3000 مليار نحن نقرا لك مدام الجملة خاطر هما خرجوها من سياقها وردوها. احنا طلبنا، احنا ما طلبناش، احنا عمرنا ما نطلبوا تعويض خاطر ثم محكمة قاعدة باش تبلا تونس، مش هما اللي باش يتبلاو، راهو البلاد اللي باش تبنى. ما نساش نقرا لك الجملة اللي فيها 3000. دونك ثم في الاخر شابيتر اسمه عواقب النزاع الممتد طيلة 35. أول معناها الإضرار. الإضرار، الأضرار التي يطالب بها ABCI، وساعة ABCI مش بدن سي با لا ميم شوز تون بعد نقولك، قدرت بحوالي 1000 مليار دولار أو قرابة 3 مليار دينار. دونك 3 مليار دينار قاعدين نقولوا الآخرين اش طلبوا، وشكون طلبوا؟ مش هما طلبوا برك سيدتي. راهو ال اف ام اي الفون مونيتير انترناسيونال جبر تونس باش تعمل بروفيزيون بالمبلغ هذا، بروفيزيون نتاع وقت اللي تخرج قرارها النهائي لا سي ار دي سي ار دي الفلوس هذيك تكون جاهزه باش نعوضوا لهم. نحكيوا على المبلغ هذا اللي بروفيزيوني والنص صريح، ما حكيناش تعويض، قلنا هاو الاثار نتاع النزاع هاوش باش يصير لنا، انو ايزون بروفيزيوني سيت سوم عند في الودائع وطلبتها الاف ام اي على خاطر اعتبرت اللي في النزاع هذايا الدوله التونسيه او ما تصرفوا باسمها اضروا بالتونس بسمعتها واضروا بالوحده. هي شنو هي القضيه؟ القضيه هي جات في الثمانينات تونس فتحت راس المال. سمعتك شقلت واللي قلت هذاك هو صحيح. فتحت راس المال وقالت اي مش نقبل راس المال الاجنبي. كي تقبل راس المال الاجنبي جاو باش يعملوا تحويلهم باش ما ندخلش ياسر في الديتاي، جاو فكوا الفلوس نتاع المستثمر فكوهم له وقسموهم بيناتهم. وعندنا القائمه نتاع شكون حطينا خاطر احلناهم مع القضاء الكل. احنا اللي احلنا مش سي كرشيد. كرشيد ما احلش مش شكاه بزميله هذاك حال. ما المحالين اللي هما 66 واحد احنا احلناهم على القضاء وتحلت قضيتهم نهار الاثنين هذا اللي فات. كانت تنجموا تتبعوها هي مفتوحه وعندها جلسه اخرى باش تصير. دونك فكولهم الفلوس قسموهم بيناتهم. رفضوا باش المستثمر يسير البنكه باسكو ولا اغلبي هو خليه وش يسير. عملوا حكايات للذي اللي عينوه اللي هو سي بودن. هو راه موش مالك السسمة لابيسي هو فوالا كان مسير وبعد خذا اكسيون جو كرو بون بو امبورت لو ريزولتا. انه في عوض وذي اهم حاجه في البي اف تي اهم حاجه انه في عوض ندوروا على المدينيه ونسلموا لهم في البنكه ونقول لهم خذوها وذي الحل نتاع 2012 اللي كنا مشينا فيه في عوض نمشيو في التقاضي خذوها البنكه. هي قاعده شادي العياري قالها الله يرحمه قال راهو 100 مليون في النهار نصرفوا عليها للبارح لليوم للغدوه غارقه بنكه غارقه ما نعملوا بها حتى شيء اعطيها لهم خليهم هما يدوروا على المدينيه وتخرج منها سلامات الدوله. قالك لا احنا نتقبلوا الماليه العموميه تتقبل واحنا اللي باش نصرفوا ذا كل. دونك القضيه علاش احنا عدينا القضاء باش ننقذوا تونس خاطر وقت اللي احنا بعد ما خاطر هي اول حاجه اخرى مهمه برشا سيدتي راهو تقرير الهيئه اصدر في 2018 الحكم نتاع السي دي المحكمه هذه الدوليه اللي تحت البنك الدولي حكمت في جويلية 2017 بالإدانة على تونس مش على حكاية بودن قلقوه في المحاكم. حكمت على خاطر إيزون إكسبروبريي لانفستيسور فكوا فلوس المستثمر بعد رفضوا له التقاضي للمستثمر مش الوحدة جاء طلب حقه للقضاء التونسي رفضوه له. Ils ont violé le droit de l'actionnaire majoritaire BFT à gérer sa propriété. ما خلاوش المستثمر يسير الوحدة نتاعو. وش عملوا؟
ils ont fait fi du droit tunisien et du droit international. هذا الحكم الصادر ضد الدولة التونسية في الموضوع ماهوش على بودن حكاية معناها جزئية وإضافية. إذا احنا اليوم شنو المطلوب منا؟ مطلوب انه ننقذوا بلادنا. علاش الكونتريبيوابل، علاش دافع الضرائب، وعلاش الخزينة التونسية تدفع الديون هذوما في بلاصة الجماعة؟ ها هو السؤال اللي تطرح. باهي باش نتفاعل مع كلامك خاطر برشا قلت وما حبيتش نقاطعك ديما في إطار حق الرد، لكن توا كلامك فيه برشا ما نجمو نتفاعلوا معك. أنت تقول الورقة المتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي كانت غير موجودة في التقرير الذي قدم لرئيس الجمهورية بسبب خطأ أو سهو أو بسبب الزربة كما قلت. ربي كنت سمحت في النقطة هذه كنت باش نجاوبك على خاطر سألتني لكن نكمل سؤالي ونخليك تجاوب. على مستوى الوثائق أمام القضاء هذا يمكن أنه يعتبر تزوير سيدة سيهاب بالصدري، لأن القضاء لا يتعامل بالنوايا بل بالوثائق بالدلائل بالمعطيات. لا شوف سيدتي، شوف أنا مش باش ندخل برشا في التفصيل هذا خاطر هما توا مشاو للقضاء، احنا قدام القضاء عندنا توا اليوم أوني كال دات أوني 11 هكايا 11 فيفريي مدام هاو بيناتنا وهاكم عارفين هاتو تراو وقت اللي باش يصدر حكمه القضاء هاتو ترا اللي باش ينصفنا على خاطر عندنا ادله قاطعه من جمله الادله لكن سي با لو بلوز امبورتون، بلوز امبورتون باش نخليوه للقضاء. احنا يوم 14 ديسمبر 14 عملنا ندوه ختاميه لمخرجات عملها وورشات حسب المحاور، محور اسمه الفساد بي اف تي. علاش بي اف تي اخترناها؟ خاطر فيها جميع اوجه نتاع الفساد اللي ترى خاطر فماش كان هما راهو حلنا الاس تي بي والبنوك العموميه كلها حلناهم راهو خاطر كلهم فيهم نفس الحكايات راهو نتاع لي كريونس اكروشي ونتاع ياخذوا قروض من غير ما يرجعوها وانت ماشي والتواطؤ نتاع الموظفين السامين في الدوله بنك المركزي والحكومه والى اخره. احنا عرضنا في الببليك ومصوره وتوا تمشي اليوتيوب، توا امشي اليوتيوب نتاع الهيئه الشان نتاع الهيئه لوج الاعمال الختاميه 14 ديسمبر 14 هتلقاها منشوره بالتفاصيل نحكي لك عليهم انا موجوده. نشرناها وقلناها للبيبليك ها وش صار ها كيفاش مشاو في. وشوف يا سيدتي جميع الحكومات منذ الثوره كلها كانت متواطئه ما عدا حكومه فخفاخ الوحيده اللي مشات في اتجاه اون اغيت ليموراجي، تعرف شي كيرجع لقى شيء فايض يعني اون اغيت ليموراجي اللي هي نشره التقرير واللي هو ورد اون خطخ الدوله التونسيه. لا ماهوش كونتخ با دي تو، ها هو تقرير يا مدام. شنو نفسر لك؟ بالعكس او تحب نعطيك حاجه بالعكس اللي فايت الدوله التونسيه، خاطر الدوله التونسيه كي تستر على الفساد راهي تخرق جمله من القوانين الدوليه منها الاتفاقيه لمقاومه الفساد اللي احنا عندنا قانون مقاومه الفساد وعندنا انليك وعندنا تبارك الله ما شاء الله. تجي انت تتستر على الفساد معناها انت تقبلوا الفساد. وقت اللي انت تقول انا كدوله تونسيه انا مانيش مسؤوله على فساد صار في السنوات كذا 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 الى معناها اخيرا وراو انا بالاماره كلفت هيئه نتاع حقيقه وكرامه للبحث في هذايا اللي بحثت فيه وهاوش لقات من فساد واحالته القضاء. اليوم راهو في انظار القضاء الملف قاعد ينظر فيه، نهار الاثنين نظر فيه. دونك بالعكس اللي فايدتنا علاش؟ باسكو باش تبري ساحه الدوله، احنا ماناش متورطين في الفساد وباش تفتح الباب نحو ما نخلصوا شيء. نجم تسمينا شكون اللي فلسوا البنك؟ او موجودين قائمه. عندك للطيف وعندك لعبد الناظر وعندك شفيق جريه محمد المقني يوسف الطيف شفيق ما قائمه طويله هما ستة. عندهم احكام ضدهم؟ فما احكام ضدهم؟ هما توجدت لهم سا سابيل ميتر اون اكزامان، مو ثم مراحل في القضاء، ثم حاجه اسمها التحقيق اللي يبدا بريء، من بعد توجه له تهمه ما عادش بريء، ما عادش شبهه، تولي قرائن قويه في الفساد، من بعد الحكم. احنا مازلنا في المرحله ما بين توجيه تهمه اللي توجهت لهم تهمه. دونك مازالوا ماهوش فساد حتى يحكم عليهم القضاء. لا الفساد مبرهن بالوثائق. هي الحقيقه والكرامه ملك كنتبعوا تقارير تاع محكمه المحاسبات. ونتبعوا فهمتني التصاريح نتاع اعضاء الهيئه اللي كانوا معاك مدام نقولوا معناها مدام سيم بالصدرين فاز ده هكا لا يجيبوا الادله احنا بالادله شوف لا اجا قرينة براءة لو فرق مش باهي راهو نحكيو على قضاء لا فماش قرينة براءة هنا قرينة براءة شوف نفسر لك حاجة قرينة البراءة تقف وقت اللي تبدا لا ميزون اكزامان تاع
حتى مثلا ما فماش حكم قضائي باش نجموا نتهموا الناس بالفساد. بيان سور يتهم، بيان سور ثم توجيه تهمه. ماكش انت مدام توجه تهمه. انا نوجه تهمه بيان سور. ماكش محكمه انت. بيان سور احنا اوتوريتي دو بورسويت برا اقرا القانون. اي انت مدام خلينا نسالك فسالك تفضل خويا. انا ما قلتش محكمه، احنا كان جينا محكمه رانا احنا حكمنا. خاطر فما من ضمن الاسماء اللي تسمي فيهم فما ناس قال لك خالصين احنا ما عندنا حتى مشكل. يمشي يقولها القضاء. فهمت؟ ما يسالش هذوما ما عندهمش الجرائم، هذوما مستفيدين. اللي قاموا بالجرائم هما صفرة بكار، هذوما الاخرين اللي قاموا بال ثم زوز توفوا. اكبر واحد اللي قام بالحكايه الكل هو القليبي. القليبي يعني الوثائق بعد ما توفى لقاوهم، خاطر بذوك ما احنا خدمنا بك الوثائق والحكايه سمعنا بدن وما سمعناش بدن رايسنا غير نافواغ. مادام عندي سؤال نحب نتفاعل معاك. سي خاطر لا 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 سامح تو نحن نتبعوا في الملف ونحب معناها نبلغ لك رايي، الراي العام معناها النقاشات الراي العام انا نعرف لا نقاشات اللي قاعده صايره. لا انا نمثل الراي العام لا انت. اعطيني رايك انت نسمعك، قول لي هذا رايي انا. لا نتبعك. انت مش الراي العام، الراي العام لا انت تمثله لا انا نمثله. لا 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 باش نقول لك شنو متداول في الراي العام اليوم. يقول لك سي بودن ما قدم حتى مطلب لآية الحقيقة والكرامة. نعطيك رقم الملف ونوريه لك. قال لك ما قدم حتى مطلب 3000 مليار. خلينا نكمل لك مدام سؤال. ما فماش 3000 مليار عنده صفر. سؤال سؤال سؤال. هاني قلت لك عنده صفر سؤال. ما عندوش سؤال. تقرير الرابط في الرايد الرسمي. في 3000 يلزم الدولة توصيل. ما فماش. هاني قريته لك هذا نتاع الرايد الرسمي. مدام 3000 مليار. نحب نعرف. مدام بربي هزاك. فما اكسبرتيز. كان تلقى فيها اللي يلزم. طلب 3000 خذ 3000. مش هو يا سي تسمع فيا كنت نقول. وي. مش هو طلب، هو طلب اكثر. ها في بالكمش اللي هو طلب اكثر، لبي سي طلب اكثر. اللي طلبت 3000 مليار هي البروفيزيون تاع الاف مي، قالت لك تحطهم على جنب غارانتي كيما نقولوا احنا باش نهار اللي تعبت سونتونس باش تخلصوها. هو في تطور التحكيم مع الدوله التونسيه وقت كيفاش في هيئه تحكيم دوليه هاي. هو في نزاع مع الدوله التونسيه. واش تستخلص منها الحكايه؟ نستخلص اولا هو المره الاولى في القضيه الجزائريه الاولى نتاع وقت القضاء التونسي. لا الجزائر نسيه نحكيو على التحكيم الدولي. هو حب يتعهد بالقضاء التونسي، حب يتعهد بالقضيه نتاع بودن. ما نرجعوش على العفو التشريع العام هذاك خاطيك انت مع سيم بن حميدان. لا لا العفو التشريع مش سيم بن حميدان، محكمه التعقيب محكمه. ما هي محكمه التعقيب بطلب من المكلف العام بنزاعات الدوله. هو اللي عمل تقرير محكمة التعقيب باش منعته بالعفو التشريعي العام وهو عنده قضايا مصرفية. ليه 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 وهذا اللي خليه يمشي لهيئة التحكيم الدولية. كيفاش قبلته هي التحكيم الدولية؟ لا 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 هذا غلط تماما. شوف برا اقرا اوراق الملف، احنا راهو عملنا تقرير اللي عنده مفصل. قضايا مصرفية خويا ياخو عفو تشريعي عام في تونس. هو مشي على المصرفية يا اخي، هو خذا على الملاحقة. شوف ثم شخص انا ديما تنساوه، هو اسمه سي عمر قريش. سي عمر قريش كان مدير عام في البنك، وقفوه مع بودن. بودن تسلكها من عاش كيفاش عمل باش خرج وعمل معاهم كي صلح باش هرب. الاخر شدوه في المنداف، مات في الحبس الراجل. لا عملت لا ايد ولا ساقه، راجل نظيف طلبوا منه شهاده زور رفض الحبس. مات في الحبس عمر قريش، مات في الحبس. دونك شوف واش تقول لي ما صاروش مظالمه قبل. مش موضوعنا هذا مدام. مش موضوع. شنو الموضوع؟ مش موضوع. خلينا نرجع مع مدام سالتني سؤال نحب نرجع لها. شوف مدام ثم نقطه مهمه نحب نرجع لها انا، هي موضوع ذي الخيانة العظمى. الله يهديه سي مبروك رشيد، خاطر أنا عمري ما جريت باش نستعمل الكلمة ذي في حقه هو، أما هو توكي سبق أنا باش نستعملها. اللي قام بخيانة كبرى وعظمى ضد مصالح البلاد هو مبروك رشيد. تعرف شو عمل؟ وقت اللي جاء على رأس ملاك الدولة إلى توفي باش لكن منهوبة ما ترجعوا لناش. باش الملفات التحكيميه منها زوز ملفات فيهم 1500 مليار كنا على اوشك باش نصحوا وناخذوهم، رفض. علاش؟ خاطر يعمل في تسويات سياسيه. وشكون يقول هذا؟ مش انا برك، يقولها سي القاضي لازر جويلي اللي كان على راس مؤسسه المكلف العام لنزاعات الدوله. هو بدا يخدم جاي حب يسيس فيها، قال له عايشك ما تسيس خليني نخدم على روحي. طردوا، استدعاوه سي جويلي، استدعاه القاضي جويلي، هاتو يعطيك التفاصيل هذه الكل. اللي اضر بالماليه العامه هو سي مبروك رشيد. واحنا من الاول قلنا برا خلي بلاه على غير يدينا، اما توا باش نتلهاو به وباش نقدموا قضيه به في الافساد اللي عملوا والخيانه العظمى اللي عملها في الماليه العموميه. السيد هذا اضر اليوم جيس كلمه الاخرى ونقول الكلمه دقيقه واحده ورا نص دقيقه. شوف اليوم احنا عايشين
شباب في الشوارع فهمهم محلولة ما عندهمش ما يأكلوا. الدولة ش عندها باش تملي لهم فمهم؟ عندها العصا. كان جات عندها خزينة خزينة معبية راهي تفضلهم مشاكلهم، مش صعيبة هي. الخزينة فارغة علاش؟ خاطر هذوما كلهم سرقوا عباو جيوبهم ومازالوا موجودين ساقيهم في ركاب. ساقيهم في ركاب مازالوا موجودين. هذه القضية اللي قدمت مبرر للوزارة. كنت تسمع مدام نحكيو راهو لهنا على الكاس دو سيكل كيما يقول. على كاس دو سيكل معناها عمرها إيه تونس كاس دو سيكل. انا معاك من وقت سيكل خزنا دار لليوم ما عرفناش معناها كاس ماليه بالحجم هذايا، واللي يغيظ ويوجع اكثر انه المسار هذا عنده سنوات وهو مستمر، وكان ثم فرصه كبيره معناها باش على الاقل التخفيف من وطاه الكارثه هذه. 50 مليون يورو مصاريف الكابيني دافوكا في عهد القليبي، مش تو تو مازال عندنا اكثر شوي. 50 مليون يورو هذايا زاد في البيرو نتاع لي زافوكا هربات سميث اكزاكتومون. نحكيو على 2 مليار دو دينار 639 و562 هذا في 2010. يعني بون انا شنو اللي ملاحظتي ليك مدام؟ توا احنا نحكيو على عهد بن علي وقلنا عهد التسلط والفساد، اوكي، وصار اللي صار في العهد هذاك للبنكه هذه، لكن العشر سنين هذوما مدام نفس الماكينه تواصلت سيدي. لقيناك انت مركزه كان على السابق. لا با دو تو، ها احنا اخذنا الحكومات اللي جاوا بعد. شوف واش نعطيك انا بعض المعطيات. احنا الحكومات نتاع الترويكا واللي بعدها وبن جمعه ويوسف الشاهد كلهم اخذناهم. اي لانه لي زون دافير اللي خذاو فلوس وما رجعوش صحيح. لكن هما كانهم اليوم المايون فابل في الصراع السياسي اللي قاعد صاير، لانه كان هما اللي سميتهم انت مثلا حتى بالمنطق نتاع اللي تعاملت به الدوله مع عبد المجيد بودن، ينجم كمال الطيف اليوم يقدم قضيه ضد الدوله التونسيه على اساس انه كان مضطهد سياسي، لانه شفنا طيف الاخرين اللي لا فاميل طيف، لانه شفتهم الصراعات اللي صارت بيناتهم وبين الدوله وشخصة في رئيس الجمهوريه وعائلته، وشفنا العائله معناها ولا الامبير نتاع الطيف كيفاش تقريبا انهارت في عهد بن علي. شفت كيفاش مدام هذا وين ينجم يهزنا اليوم قالوا رجال الاعمال ينجم اليوم يقدم روحه كمضطهد سياسي ويطالب بتعويض ربما مش بالغالي. نقول لك حاجه استاذ، راهو المضطهد ماهوش كان السياسي، راهو احنا كي عالجنا الملفات راه اشترها تاع ناس عاديين رجال اعمال. تو مثلا الملفات اللي مشاو للقضاء نتاع الفساد، اول متضرر هو الشعب التونسي والدوله التونسيه، لكن بعدهم ثم متضررين عاديين، ناس عاديين تضروا راهو. تتصوروا ما قامعوا كانش السياسيين هما. اي خاطر ما نسمعوش برشا حديث على 10 سنين هذوما. هما ما يتحدثوش، ما تتحدثوش، احنا في تقريرنا هذا كل تلقاوه. اللي صار في قبل 2014 2011 مفهوم، صار يا سيدي تحت الدكتاتوريه وثار الشعب واسقط هذه الدكتاتوريه، لكن الافظع اللي صاير في وقت الديمقراطيه معك. في وقت الشفافيه وفي وقت المؤسسات اش صار مثلا فيما يخص البنك، وانت اكيد عندك المعلومه، في 2013 تونس طلبت من الهيئات الماليه الدوليه مبلغ مساعده بمليار و160 مليون دولار لانقاذ البنوك. بطبيعه الحال لفمي باش يعطيك الفلوس هذيا يلزم يعمل اوديت على البنوك التونسيه ويشوف شنو حالتها الماليه. ما عندها البي اف تي، ما عملتش الاوديت. صحيت البي اف تي خاطر تابعه للاس تي بي، كي جاوا يحكيو مع الاس تي بي، الاس تي بي قدموا بيلان نتاع زيرو بالنسبه للبي اف تي، خباوها. ابسوليومون. المساله الثانيه اكبر جريمه عملوها في حق 12 فيفري 2012 ثم موظف في البنك فلان الفلاني بعث عريضه للجنه الوطنيه للتقصي حول مسائل الرشوه والفساد، وضمنها قائمه بالشركات التي استفادت من القروض بشكل غير قانوني. اجابته اللجنه نهار 16 فيفري تعلم بتحويل مراسلته لوكيل جمهوري لدى المحكمه الابتدائيه فلان الفلاني، ثم ماذا حصل ملاك؟ القاضي المكلف بهذا الملف تتم الترقيه نتاعو الى وكيل جمهوريه في بن عروس، ويبقى البيرو نتاعو فارغ في المحكمة الابتدائية بتونس حتى فيفري 2016. أربع سنين. دونك تحب نعطيك حالة أخرى نتاع بيرو فارغ في القطب القضائي المالي أثرناها احنا. شوف يا مدام. حطيناها في تقرير. شوف إذا الفساد مفهوم أنه اقترن بالديكتاتورية والتسلط. أنا يظهر لي
جريمة الجرائم هذه اللي صارت في عهد الديمقراطية المجيدة. معك. وتحكي أنت معك. على الشباب. أي. الشباب مش مشكلته أنه لكاس سان فيد، أنه الدولة تبيع له في الأوهام والأكاذيب وتتستر على الفساد وعلى المفسدين. دونك هذا بالنسبة لي أنا اللي تعاطي مع الملف هذا وكأنه فيه جهة سياسية بقينا ديما متبرانشين ما قبل 2011. مش حقرأ تقاريرنا. السؤال الثاني اللي أنا ما اقتنعتش فيه مدام وقت اللي قلت احنا زربنا الوقت وقدمنا تقرير فيه معناها بعض الأخطاء أو النقائص. زربنا الوقت هذا ست سوايع. كان بالإمكان هيئة في قيمة الحقيقة والكرامة واسمها الحقيقة والكرامة وملف بالخطورة هذه مش يطلبك فيه رئيس الدولة، يطلبك فيها من عام ومتعدة تقول له عايشك ملف نتاعي مازال مش حاضر ووقت يجي نجيبه احضر نجيبه لك، واحتراما ليك سيد رئيس الجمهورية ما نجيب لك الملف إلا ما نبدأ متأكد 100% أنا كسيهان بن سدرين مؤتمن على الحقيقة والكرامة من أنه الملف نتاعي لا تشوبه شائبة. هذا مش نص أدبي، هذا ملف قضائي تقريبا فيه مصائر عباد وفيه مصير بلاد. دونك ما نجموش نتعلو زربنا رئيس الجمهورية هزينا له ومن بعد قرار مجلس مش قرارين عايشك قرار مجلس رانا مجتمعين وخذ المجلس القرار هذا. دونك عاتب المجلس من حقك فو لو كريتيكي لوم شديد مدام مش عتاب يا سيدي لوم شديد ايش نقول لك لا وايش نفسر لك حاجه تعرف لجنه جنوب افريقيا وقتاش مدى تقريرها بعد 5 سنوات ذات وقت 5 سنوات خذيتوا عام اخر يا لالا احنا خذينا خنسيتش صار حتى جات في هذه رئيس الدوله ولا مزروب انت تقولوا هذا رئيس دوله حل وخلاص خنسيتوا فانا ظروف خدمنا تحت القصف خدمنا ولو منا اللي كملنا اي نقول لك حاجه راهو المعتمد في جميع تشريع العالم هو المنشور هيئة نشرت تقريرها يوم 26 مارس 2019 هذاك المعتمد وقبل وغيره لا يعتمد مدين للرئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان ما عندوش قيمة قانونية اللي عنده قيمة قانونية هو المنشور كما في القوانين تو مثلا البرلمان ما يعملوا يصوتوا على قوانين وتعرف أنت أكثر مني اللي ثم قوانين تلقاهم بالأخطاء يتعداوا على لجنة تصلح اللي تنشر هو المعتمد وليس أكل ورقة لولانية اللي فيها دي زيغاغ معناها مدام شوف توراه وسمحني المعتمد المنشور ضربتوا لهنا مصداقية هيئة الحقيقة والكرامة والأخطر من هذا ضربتوا مصداقية رئاسة الجمهورية ما شعور سيد رئيس الجمهورية اليوم والرئاسة وهي تضم في أرشيفها معناها التقرير بهذه الخطورة وفيه النقاص والأخطاء هذه أعلمناه قلنا له سيد تم رئيسة تم سحبه ولا تقرير احنا ما نجمش نسحب اما هاوش قلت تسحب علاش لا لا بحب وعلاش احنا عندنا الرسمي اعطيناه الرسمي من بعد اعطيناه الرسمي من بعد قلنا له سيد رئيس راهو هذايا ما فيهش اخطاء اكيد راهو البارح صدقنا عليه وعدينا الليله نتبعوا وجبنا هولك احتراما ليك قال ربي يعينكم ما يسالش خذوا وقتكم نظفوهم بعد ندولي هذا كان اتفاق معاه ما كانش ما خبيناهش احنا حسين وتركت في فرصه كبيره لخصومك اليوم في القضاء ما نتصورش كان باش يقدر الظروف هذه لا مش ظروف عندنا حجج وتطراها في القضاء وانا ناكد لك سيدي اللي باش يخسروا قضيتهم ها تطرى باش يخسروا قضيتهم كما خسروا اللي سبقوها بالك تاثير على القضاء هذا تاثير فين تاثير حجج عندنا حجج اللي هما ما عندهمش كونفيكسيون هذه كونفيكسيون خاطر عندي حجج ثم قلت لك حجه اخرى اقوى مانيش باش نقولها على خاطر نحتفظ بها للقضاء وهاتوا ترى اللي خلف الحجاج اللي مديتهم لك اللي هما محاضر جلسات اللي هما التقرير معناها منشور ال 15 ديسمبر قبل 31 منشور في الباوربوينت امشي له توا لوحده تلقاه التفاصيل كل اللي قلناها كلها في التقرير النهائي موجوده ديجا دونك سقط كيما غير وثما دوتر شابيتر فيهم اخطاء وما كملناهمش اتسيتيرا مش مهم شوف تخاصمونا على خاطر احنا مدينا تقرير فيه سوى نواقص خير ما يسالش لا من حقنا مدام سامح مدام نواقص من نواقص نقبل عليك اما دوسي بيه قانون اللي يعتمد المنشور هذه قاعده قانونيه ثم جسم ثم قاعده ثابته في القانون تقول لك نول نو بو سو بريفالوار دو سا بروبر تيربيتود لا يمكن لاي انسان يدافع على نفسه ان يقول غلطه زربنا الوقت ست سوايع 2000 صفحه ست سوايع ما عملنا حتى غلطه احنا قلناها زربه غلطه انت هذا اللي كنت تقول فيه منذ قليل مدام ساغيف ساغيف ان يجيك جهه حكوميه ويقول لك انا حاجتي بك التقرير هذاك تقول له ها هو هذايا اولي وراهو النهائي مازال ما حضرش
هيش بي تتقال اما لاستخلاص عايشك ثم حاجه اسمها الشكل ويا سيدي النجم وتنازعوا فيها ثم حاجه اسمها المحتوى. المحتوى هذاك هو اللي اقره المجلس ومنشور من 14 ديسمبر. امشيو توا الاعمال الختاميه بتاع 14 ديسمبر تلقاها منشوره والسيده اللي تقود هي هكا تتراوها ترقص قاعده على المنبر وقاعده حاضره وراجعه راجعه فقط باخطاء باخطاء اقل من هذه بكثير. راجعه للبلاتو لكن قبل ذلك باخطاء اقل من هذه بكثير العديد من رجالات بن علي ونظام بن علي شدوا الحبس وصار فيهم اللي ما صارش معنا حتى خطأ في إطار حقاً أيضاً. رجعت لكم سيام بسدري ويجنا أحكي لك حاجة هو قرار مجلس راجعة راجعة قرار مجلس راجعة راجعة غير قابلة للتعنق في إطار حق الرد بالنسبة. أيضاً على ما قيل في حلقة يوم الثلاثاء المنقذ في غوندي بونوف معنا عبر الهاتف سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة السابق. مساء الخير أهلا وسهلا بك. مساء الخير اهلا وسهلا وشكرا جزيلا على منح حق الرد بارك الله فيك. مرحبا بك طلبت حق الرد اذا الكلمه ليك. نعم شكرا ان شاء الله تعطوني الوقت الكافي للرد لانه في كرشيد في الحصه اللي فاتت ما خلى مقال التخويف مش التهام بالسدرين فقط ولكن هي خلطها خلوط يعني بالسدرين اخيرا. التخوين بدا من 2017 ملي تولى هو وزارة أملاك الدولة بدا يخون في سليم بن حميدان على أساس أنه هو اللي أعطى العفو لعبد المجيد بودان خاتم الدولة. أنا نحب نقول اللي في كرشيد ما كفاهش معناها مغالطات وتذب على المباشر. هو يقول أنا ولد القضاء لما كلمة قالها قال أنا ولد القضاء. ولد القضاء يلزم يعرف وما يغلطش الشعب التونسي ويقول أن الذي منح العفو لعبد المجيد بودن خصم الدولة التونسية ولو أن هو البيرسون فيزيك لأنه خصم الدولة التونسية هي لابسين أو شيء هو ما يفرقش ما بين الشخص الطبيعي اللي هو بودن والشخص المعنوي اللي الدولة التونسية عندها معاه نزاع اللي هي لابسين. اللي منح العفو يا سادة الكرام هي محكمة التعقيد. أنا نستغرب كيفاش جاب كل الوثائق الوثيقة الأساسية ما حكاش عليها وما تكلمش عليها وما قراهاش. سيدي القرار عدد 13 عدد 113 في محكمة التعقيد ايش يقول؟ اللي هو عطى العفو البدل يقول في التحنيف نتاعو بعد الاطلاع على المطلب الرامي الى البث الخلاف حول كذا وبعد الاطلاع على الشهاده في عدم تمتع كذا وبعد الاطلاع على الاحكام الجنائي الصادر في 89 وفي 94 وفي 19 جوان 1990 بعد تحنيف طويل تقريبا في صفحه كامله ايش يقول؟ القرار التعقيدي يقول وبعد الاطلاع على طلبات الادعاء العام المتضمنه التماس الاستجابه لقبول مطلب العفو. يعني الادعاء العام يا ساده الكرام هو اللي طلب تمتيع بدن بالعفو ثم انه هذا القرار يا سيدي صدر من محكمه التعقيب وصدر في ختام هذا القرار ايش يقول القرار؟ وصدر هذا القرار بحجرة الشورى برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السيد إبراهيم الماجد وعضوية رئيسي الدائرة بمحكمة التعقيب السيدين فاطمة الزهراء بن محمود ويوسف الزغدودي وبمحضر ممثل الادعاء العمومي مساعد وكيل الدولة العام السيد محسن الحاج. وينه بن حميدان في الحكاية هذه؟ علاش يكذب على خلق ربي؟ مش معقول هذا الصراع على المباشر وهذا. ثانيا ترشيد هذا جاء بعدي انا جوز وزراء السيد كريم الجاموسي في حكومه مهدي جمعه والسيد حاتم العش. يعني الزوز وزراء هذوما سكتوا على خيانه بن حميدان معناها متواطئين مع بن حميدان. ثم انه نحب نزيدكم نقطه مهمه جدا هو ما شاء الله هو تبارك الله عليه كل يوم في وسائل الاعلام. انا تقريبا تو عندي عام ولا عام ونص ما ظهرت في حتى وسيله اعلام لظروف خاصه ولظروف الاقامه خارج البلاد ولعدة اعتبارات. هو كل يوم في بلاتو ينقص من بلاتو لبلاتو ومن اذاعه لاذاعه. يا سادتي الكرام في محضر جلسه عمل وزاريه في رئاسه الحكومه في تاريخ 21 نوفمبر 2013 المدعي العام بإدارة الشؤون الجزائية يقول في المحضر هذايا في هذه الجلسة ايش يقول؟
يقول حصول المدعو بدن على العفو العام له علاقة بالنزاع التحكيمي. ولهنا لو كان نرجع إلى قرار المسؤولية اللي يدعي أنه هو قرار، ما قراش قرار المسؤولية، لأنه قرار المسؤولية نفسه في نص في فقرة من الفقرات نتاعه تعرف شو يقول، ومثال نقروها تلفون بالفرنسية ثم نعمل خلاصة هكا لترجمتها. يقول cela étant, le tribunal a indiqué clairement qu'il n'était pas compétent pour connaître des événements qui sont intervenus à compter du PV du 31 août 2012 ainsi que des mesures prises par la défendresse de l'État de Tunisie pour des années 2012. يقول أن المحكمة ليست مختصة في المغرب من تاريخ الاتفاق نتاع 31 أوت 2012 ولكل السنوات نتاع 2012 و2016. العفو صدر تحديدا في معناها باش نعطيك التاريخ بالضبط. العفو هذا يا سيدي صدر في 17 أكتوبر 2012. يعني قرار التحكيم نفسه يقول ان العفو هذايا لا اساس له في الـ في الـ في الـ معناها في التعويض لبودن او للابيتي. ثم انه قرار تحكيمي وقتي في 17 ابريل 2014 لانه قبل القرار الاخير نتاع المسؤوليه ثم قرارات ايضا ملزمه. القرار في 17 ابريل 2014 يقول حرفيا إن العفو الممنوح لعبد المجيد بوذن لا علاقة له ولا تأثير على موضوع النزاع باعتباره ليس طرفا فيه. بن حميدان فقط في تفاعل معك غابيدمون، انت تنفي انك منحت زمن حكومه حمادي جبالي تفويض لمستشار ممثل المكلف بنزاعات الدوله لابرام صلح دون الافصاح عن المبلغ، وايضا السيد هذا يذهب الى الخارج وابرم صلح باسم الدوله التونسيه ما كانش حتى حد على علم به، ويقال ايضا انه هذا المستشار غادر التراب التونسي. يعطيك صح. شوفي اثنين ردا انت جيد جدا ان قلت يقال، يعني كل ما يقال هو صحيح، هذا ابدا ما كان الواقع. اولا المستشار هذا اللي تحدثت عليه مستشار منح تفويضا من رئيسه في العمل اللي هو المكلف العام بنزاعات الدوله، منح تفويضا يقول له انه كل ان المفاوضات تكون شفاهية ولا تترك أثرا كتابيا. وهنا باش نجي للكذبة الثانية نتاع خورشيد اللي قال اللي قرار العزل نتاع الموظف هذايا هو الذي اتخذه. هذه كذبة أخرى وهذه مغالطة للرأي العام وللشعب التونسي. لأن الذي اتخذ قرار بالإحالة على مجلس التأديب هو وزير أمنية الدولة بن حمدان. لما تفطن إلى وجود هذا الاتفاق نتاع 31 أوت 2012. باش يقول صحيح انه خورشيد من بعد اتخذ قرار العزل، علاش؟ لانه انا الذي احلته على مجلس التاديب ولكن بقى لي سنوات طويله ما تمش اتخاذ القرار النهائي من طرف مجلس التاديب، واتخذه صحيح خورشيد تحت الضغط. باش يقول في قرار العزل خورشيد؟ يلا سبب معناه العزل، سبب عزل هذا الموظف لانه حرفيا حرفيا قال هذايا الكلام، لأنه تولى إلغاء اتفاق مع خصم الدولة دون الرجوع إلى رؤسائه في العمل. هذا قرار اتخذ خورشيد في العزل 17 مارس 2017. واضح. إذا خورشيد نفسه يقر بأن هذا الموظف اتخذ إجراءات دون الرجوع إلى رؤسائه في العمل اللي هما المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير أملاك الدولة. شكرا لك. شكرا لك سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة السابق. مواصلين معكم لكن قبل ذلك فاصل ثم نعود.